برنامج مايكروسوفت تيمز لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية ومن مجموعة إيكويتي. بداية نبدأ بحزم التحفيز وتأثيرها وانعكاسها على الاقتصاد الأمريكي، وإلى أي مدى الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى هذه الحزم؟ نعم، أهلا ومرحبا بكم. بالفعل يعني الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى مزيد من حزم التحفيز الأمريكية، وخاصة بعد البيانات السلبية سمعناها من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، فهي لدعم الاقتصاد من تداعيات جائحة الكورونا. هناك لاحظنا تفاؤل من قبل الأسواق الأمريكية، شاهدناها تفاؤل بالوصول إلى التوصل إلى حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار، رغم معارضة من الجمهوريين ويقتنعون بمبلغ 618 مليار دولار فقط، يعني مبلغ يعني أقل يعني من الثلث فقط بالنسبة للحزمة البالغة ب 1.9 تريليون دولار. فهذا يعني فهناك تفاؤل لأن جو بايدن يرفض تلك الحزمة البالغة 618 مليون دولار ويريد حزمة أكبر بذلك، لأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى مزيد من التحفيز لتداعيات من أثر فيروس كورونا، أيضا لسرعة التطعيم والسرعة في إعطاء اللقاحات لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل. ويعني والأسواق الأمريكية ردت فعل سريعة بأمس، رغم أنه كان هناك مضاربة بشكل كبير بين صغار المستثمرين وصناديق التحوط خلال الأسبوع الماضي. تأثير الحزم على الدولار، لاحظنا تأثير إيجابي دعمته وسببت ارتفاع كبير في الدولار، هل سيستمر هذا الارتفاع برأيك؟ يعني الارتفاعات التي حصلت في الدولار الأمريكي هي يعني مجرد تعتبر مؤقتة، هذه الارتفاعات بسبب اليورو وتراجعات اليورو بسبب البيانات السلبية القادمة من ألمانيا من مبيعات التجزئة، وأيضا الإصفاق الاستهلاكي ساهم في تراجع اليورو وبالتالي دعم الدولار، لكن وخاصة هناك يعني عدم التوصل إلى الاتفاق حول حزمة التحفيز الأمريكية أعطى بعض الدعم أو الشيء للدولار الأمريكي، لكن الدولار الأمريكي على المدى لاحظنا تراجع الدولار في عام 2020، متوقع أن يستمر في هذا التراجع، لأن كما ذكرت قبل قليل حزم التحفيز كلها ليست لصالح الدولار، ومتوقع من التراجع بسبب حزم التحفيز الأمريكية، فربما نشهد المزيد من التراجع على الدولار الأمريكي. طيب نعم. ما تعلنين ارتفاع النفط اليوم أكثر 1% واتفاق خفض الانتاج، هل سيدعم مرة أخرى أسعار الدولار النفط والوصول إلى مستويات سابقة لم تصل إليها منذ فترة؟ نعم، يعني النفط مستمر في الارتفاع رغم الإغلاقات اللي عم نشوفها في عدد من الدول الأوروبية، لكن العاصفة الثلجية التي في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في زيادة الطلب على وقود التدفئة وبالتالي دعمت الأسعار نحو الارتفاع، ولا ننسى أيضا التخفيضات من قبل إنتاج أوبك بلس ب 7.2 مليون برميل يوميا، بالإضافة أيضا إلى التخفيضات الطوعية من قبل المملكة العربية السعودية بمليون برميل يوميا ساهمت في دعم أسعار النفط، ولا ننسى أيضا التخفيضات المخزون في العرض من إنتاج المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي التي جاءت على هبوط، وأيضا بالإضافة إلى ذلك أيضا تراجع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية ب 2.3 مليون برميل، كلها ساهمت في دعم الأسعار نحو الارتفاع. نحن قريبين من مستويات ربما نرى مستويات 60-61 دولار، لسنا بعيدين، وأيضا الخام الأمريكي الخفيف مستويات 55 دولار مستوى حاجز، لو تجاوزنا ربما نرى ارتفاعات أكبر بذلك على أسعار النفط رغم الإغلاقات التي نشاهدها في العديد من الدول الأوروبية، لكن نظرتنا بحسب قسم الدراسات بأننا متوقعين ارتفاعات لكن ليست بالارتفاعات الكبيرة في هذه الفترة. إذا انتقلنا إلى سوق المعادن، الفضة يتراجع بعد ما ارتفع خلال الجلسات السابقة لأعلى مستوى له في 8 أعوام، اليوم يشهد عمليات جني أرباح،
هل ستكون لفترة بسيطة وثم تعود ارتفاع مرة أخرى، أم أنها وصلت خلاص للحد الأعلى من الارتفاع وخلاص ستستمر عملية جني الأرباح؟ نعم، بالنسبة للفضة يعني نحن متوقع إذا نظرنا إلى الفضة السبب الحاصل أولا لارتفاعات الفضة خلال 3 أيام الماضية هو بالمعركة التي بين صغار المستثمرين وصناديق التحوط، تحولوا من الأسهم الصغيرة مثل جيم ستوب وتوجهوا إلى الفضة، لكن التعامل مع الفضة أصعب من التعامل على الأسهم الصغيرة، فبالتالي اليوم شهدنا عمليات جني أرباح بعدما ارتفعت ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 8 سنوات بعد بورصة شيكاغو التجارية رفعت الهوامش تقريبا بنسبة 18% رفعتها إلى 16000 من 14500، هذا ساهم في عمليات جني أرباح واضطروا صغار المتداولين إلى جني أرباح، وبالتالي أدى إلى تراجع الفضة، لكن لا ننسى أن سياسة التحفيز التي قامت بها البنوك المركزية أيضا والحكومات بضخ سيولة في الأسواق ساهمت في ارتفاع أسعار الفضة منذ جائحة الكورونا منذ أواخر مارس، وبالتالي شهدنا دعم كبير لأسعار الذهب، ولكن متوقع على المدى المتوسط والطويل أيضا ما زالت نظرتنا إلى الفضة مرتفعة بسبب سياسات التحفيز ومواصلة السياسة المالية والنقدية وضخ السيولة سيساهم في ارتفاع الفضة. نعم، اتضحت الصورة، شكرا جزيلا.